بالقمصان الحمراء. وهنا محاولة أسرع أهداف هذه البطولة أعتقد ذلك عند الباير ميشن عن طريق اللاعب بور جون مولكو بأسرع أهداف الباير ميشن أغضبوهم من خلال خروجهم من الأدوار التمهيدية ومن المجموعات. والآن شوف الكرة السريعة كان أن يتماسك أو يقبل هدف ثاني، ممكن هدف ثاني عن طريق نفس اللاعب بور جون مولكو يسجل هدف ثاني بعد أن استغل كرة قصيرة سيطر عليها مباشرة وسجل هدف ثاني بعد المرور من حارس المرمى نظرة عالية رأسية. فرانك يتوج مجهودة بهدف ثالث بكرة رأسية ارتقى لها عاليا ووضعها على يمين إيماني مبصير وهدف ثالث للفريق الأحمر باير ميونخ عن طريق اللاعب فرانك جونيور أفينا يسجل هدف ويصنع هدف ويسير نحو جائزة من كرة ثابتة عالية بالرأس، ولكن هذه المرة مبصير بصير والحكم يحتسب هدف رابع لباير ميونخ عن طريق اللاعب مارسيل زيلا يسجل هدف ثاني بعد كرة رأسية عادت، والآن تسديدة. يا سلام يا سلام على الهدف الأول للرجاء البيضاوي من خلال استغلال لكرة اخطأ فيها حارس المرمى وسجل بعد ذلك الهدف عن طريق إلياس هلال. إلياس يسجل هدف يقلص الفارق. شوف الكرة إلياس قطعها، استغل تقدم حارس المرمى ووضعها في زاوية صعبة على موريسي حارس المرمى. قال له وين يا داخل منطقة الجزاء عرضية خطيرة، هدف خامس عن طريق البديل كاندين كارتاس يسجل الهدف الخامس لمصلحة باير ميونخ. انتظروا هذه الأسماء، لا تنسوا هذه الأسماء. شوف الكرة طلبها، طلب مررها وأكمل.